ازيكم يا شباب مرة تانية؟ فرصة سعيدة جدا الناس اللي اتعرفت عليها النهاردة. أتمنى إنها تكون وركشوب مفيدة للكل إن شاء الله. خليني برضو أريفيو معكم سريعا إيه الهدف من الوركشوب ديت، وهي ليه موجودة، وإحنا هنعمل فيها إيه. أول حاجة، دي زي ما أنا قلت قبل كده، هي وركشوب مش كورس. يعني دي حاجة الناس بتإنجيج فيها، الناس بتتفاعل فيها، الناس بتشارك فيها. فلو انت جاي للورك شوب عشان انت جاي تتمرن على مشروع وتمشي، فهي مش كده، لان هي مش الهدف منها ان هي تكنيكال ورك شوب. الهدف منها ان انت تبقى شخص، يعني خلينا نقول يبقى سوفت وير انجينير على قد ما نقدر نوصل للليفل ده. فانت المفروض انك واحد بتفكر، واحد بيانالايز ويبروسس المعلومه اللي بتدخل دماغه، مش بيستقبلها ويقول تمام ويبدا شغل عليها. فان شاء الله ده هيكون الهدف الاساسي من الورك شوب، من الحته دي تنمو عندكم بشكل كويس، المايند سيت بتاعكم تختلف تتطور، مش ان انت واحد جاي ينفذ الحاجه مره واحده ايا كان مين اللي بيطلبها، من غير ما يعديه على دماغه كده يفكر فيها والكلام ده صح ولا لا. لان من الحاجات اللي انا يعني تعرضت لها، ان مين قال ان مهما كان الشخص مستواه عالي او هو سينيور او ايا كان الليفل بتاعه، ان هو ما بيغلطش او ما بيطلعش افضل اقتراح. لا، الحاجات دي شفتها كتير، في ناس كتير بتغلط. فانا ما بسلمش من اي حد مهما كان مستواه العلمي او مكانته ان اخد كلامه دايما صح. فدي من الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنحاول نفوكس عليها في الورك شوب ديت. خلوني اعمل شير كده لفايل. خلينا برضو نكبرها، نخليه مش عارف اذا كنت لو كبرتها تبقى باين اكتر ولا لا. الشاشة باين عندكم ولا لا؟ باين باين. انا مش هتكلم دلوقتي عن الوركشوب الاساسية، انا هتكلم معاكم احنا ازاي هنأكت از بروجكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هتعامل معاكم في الوركشوب دي النهاردة ان انا العميل، انا الكلاينت، وعلى اساسه هنبدا نشوف ازاي هنبدا نتعامل مع العميل ده او هو محتاج ايه. اي مشروع جديد انا ببداه، سواء كنت شغال ورك فريلانسر، شغال في شركه، شغال مع تيم، شغال لوحدي، في حاجات كده اساسيه ما ينفعش ما تعديش عليها، ما ينفعش ما تعديش عليها. هنبدا اول حاجه، يعني ايه مشروع؟ ايه فكره المشروع؟ هنا المشروع دي ما اقصدش بيها ويب سايت، بروجكت، اي حاجه، لان المشروع ممكن يكون فيه اكتر من ابلكيشن. ممكن يبقى فيه ويب سايت، موبايل ابلكيشن، داشبورد، داشبورد لناس معينه. مثلا لو انا شغال مالتي فيندور ستور، فممكن اعمل داشبورد للتجار. كل ده بيندرج تحت كلمه مشروع، لكن هم في الحقيقه هم اكتر من ابلكيشن او اكتر من سيستم. فعشان كده هي مش ويب سايت ومش ويب اب ومش موبايل اب او ابلكيشن، هي بروجكت. المراحل من وجهة نظري الأساسية اللي أنت المفروض تعدي عليها، بص على اللي أنا كاتبه كله وركزوا على النقطة التامنة. من أول النقطة التانية لغاية النقطة السابعة دي أنا هتكلم عليها بشكل سريع جدا دلوقتي، بعد كده النقطة التامنة هقول لكم دي عبارة عن إيه. أول حاجة أنت المفروض بتعرفها لما تيجي تتعامل مع عميل أو أي مشروع، إيه الفكرة؟ هو العميل عايز يعمل إيه؟ أنا عايز أعمل، يعني تعالى نطبق الكلام ده على الورك شوب بتاعتنا، عايز اعمل كلاود ترانسليشن. طيب ايه فكرتها؟ ان انا اقدر بدل ما كل مشروع اقعد اكتب كلمات الترجمه لكل مشروع، سواء اللغه او اتنين او تلاته، عربي وانجليزي، اقعد اكرر نفس الترانسليشن، ان انا اقعد اضيع وقت في الكتابه. حتى بالمناسبه لو استخدمت اي 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 برضه، فانت هتضيع وقت انك تقعد تكتب الحاجات ديت. فكره الكلاود ترانسليشن ان احنا بنسجل كميه كلمات بنسبة 90% هتحتاجها في الاندستري بتاعك، وده النقطة الأهم. إن الكلاود ترانسليشن هي مش بس بسجل كلمات موجودة على الويب سايت وأنت بتنزلها، بالمناسبة هي مش هتبقى باكج، دي برضو من الحاجات التانية. هي ويب سايت تول أنت بتدخل عليه، بتختار اللي أنت عايز تنزله الكلمات، وفي الآخر بيقول لك أنت عايزها إزاي. ممكن يطلع لك جيسون فورمات كفايل أو ككونت، كجي اس فايل، ممكن اطلعها كتي اس فايل، ممكن اطلعها كبي اتش بي اري، ممكن اطلعها باكتر من فورمات. فعلى حسب انت محتاج ايه نقدر نصيغ الفورمات بتاعتك.
فده كان اول انا قلت ايه السؤال وايه الاجابه بتاعته. السؤال هو هي ايه اصلا فكره المشروع، وانا كعميل برضو رديت قلت ايه فكره المشروع. ليه او ايه الهدف او الحاجه دي هتعود علينا بايه، او على العميل بايه، او على الناس اللي هتستخدم الكلام ده ايه. معنى اول النقطه الثانيه النيد هو او البيربس هي دي ليه اصلا موجوده. فاجابتنا على السؤال ده انها تسهل، سوري، انها تسهل على الديف تيم او الديفلوبرز انه ما يقعدش يكتب الكلمات للترجمه لكل مشروع مره ثانيه. يعني بالمناسبه الفكره دي من الحاجات الاكزوستنج، من الحاجات الممله. اكيد الناس اشتغلت في المشاريع في اكثر من لغه عارف الموضوع ده. فده الهدف، ان هي تسرع الديفلوبمنت بروسيس فقط. ده الهدف، دي الفكره، او ده الهدف منها. وده يوصلنا لنقطه تانية، انت مين الاودينس بتاعك او مين التارجت، انت بتكلم مين. يعني ايه بتكلم مين؟ يعني انا بعمل تول على حسب المين تارجت او الماجوريتي بتاع الاودينس او الناس اللي انا بستهدفهم. يعني مثلا حاجه زي المنتور، المنتور هو بشكل اساسي بيستهدف اي حد مهتم بالتكنولوجي سواء البروجرامنج او غيرها. فبالتالي انا مثلا ما اجي ابني الويب سايت ده، انا مش هبنيه لناس شغاله بانترنت اكسبلورر، دي اصلا مش التارجت بتاعي. لو هو داخل على موقع من انترنت اكسبلورر هطرده منه، ما تجيش، لان ده مش التارجت بتاعي، انا مش عايزك. فهي دي الفكره، انت لازم تعرف هو المشروع ده بيتارجت مين، على اساسه اصلا بتحدد اليه العمل بتاعت المشروع، اليه العمل بتاعت المشروع. طيب، وده من ضمن الحاجات اللي بتحددها هاو ات شود ورك، ازاي المشروع ده هيشتغل او المفروض هيعمل ايه. من ضمنهم انت لازم تعرف مين الناس اللي انت بتكلمهم. طيب هاو ات شود ورك من ضمنها بقى، او دي اللي هي البيزنس ريكويرمنت او الكلاينت ريكويرمنت، هو العميل عايز ايه. يعني احنا عرفنا الفكره وعرفنا الهدف منها وعرفنا بتارجت ايه، طيب انت عايز بقى ايه يكون موجود في الويب سايت بتاعك او الابلكيشن بتاعك او البروجكت بتاعك. هنا هبدا اطلع الايه، الفيتشرز ليست او الاس ار اس او الريكويرمنت، ابدا اطلع متطلبات المشروع بتاعي في صوره نقاط، يا اما ان انا اخليها اجماليه وبعد كده افصلها، او ممكن من الاول اخليها اجماليه ومفصله في نفس الوقت. يعني مثلا انا محتاج يكون في عندي هب او ريبوزيتوري للكلمات اقدر اسجل فيها، او في عندي طريقه ان انا اضيف فيها كلمات في المشروع. طب ايه كمان محتاجه، ايه كمان اللي محتاجه، دي انا هرجع اسالكم عليها دلوقتي، مش هكملها عشان ده من ضمن الحاجات اللي انا هحتاج اسمع منكم اجابه. بس انا اديتكم هنت اللي هي ايه اللي ممكن يكون في الريكويرمنتس، المشروع ممكن يمشي ازاي. ليه انا بقول دوت؟ لان احيانا العميل بيبقى عنده الفكره بس هو مش عارف هتتنفذ ازاي. وده على فكره غالبيه العملاء اللي ما عندهمش تعامل مع الكمبيوتر او الانترنت بشكل كبير بيبقى عندهم المشكله ديت. هو عارف هو عايز ايه بس ما عارفش هتعمل ازاي، ما عارفش ايه اللي المفروض يكون في البروجكت بتاعه. فده هيكون من ضمن شغلك ايا كان البوزيشن بتاعك، على فكره ايا كان البوزيشن بتاعك طالما انت انجيج لازم تكون فاهم الريكويرمنتس هتبقى ماشيه ازاي، وتدخل على مرحله الانالايزنج تحلل الريكويرمنتس دي. خلاص احنا طلعنا الكلام ده ليه؟ لان الخطوه دي مش بالضروره انت اللي تعملها، لان انك تطلع ريكويرمنتس وده لو في عندك بزنس اناليست للمشروع او بي او او بروجكت مانجر هو اللي بيطلع الريكويرمنتس دي وبيبدا يتناقش مع التيم فيها. فانت لازم تدخل في مرحله الانالايزنج، انت بتحلل الكلام اللي جاي ده، مش بس الريكويرمنتس كمان بتحلل الديزاين لما يجي لك، هل الديزاين ده مظبوط ولا لا. على فكره برضو من الاخطاء الشائعه اللي انا بلاقيها ان تيم الباك اند اللي بيبقى مسؤول عن الاي بي اي ما بيبصش على الديزاين. دي من اكثر المشاكل اصلا اللي بتحصل. لان ليه؟ لان الديزاين احيانا بيبقى معمول بشكل هو بيماتش الريكويرمنتس بس مش بيماتش طريقه الشغل في الاي بي اي. ادي لكم مثال، دي من الحاجات اللي انا قابلتها. انا ممكن عندي الريكويرمنتس ان العميل بيدخل بياناته ودخل رقم التليفون، ولازم عشان يتم عمليه التسجيل يكون فاعل رقم التليفون، دي الريكويرمنتس بتاعت العميل. طيب الباك اند عملها ازاي؟ بيخلي يعني عامل ريكوست واحد بيستقبل بيانات العميل، الاسم ورقم التليفون والايميل والباسورد وي وي وي، بعد كده بيخزنهم عنده وبيبعت او تي بي او وان تايم باسورد لرقم التليفون. فالمفروض بيظهر للعميل سكرين الثانيه قباله دخل الكود اللي جالك على رقم التليفون او اللي جالك على الايميل للتفعيل. تمام؟
فهنا الباك اند منتظر ريكوست تاني يتبعت له فيه الاو تي بي. ده كده انا شرحت الباك اند تصوره للريكويرمنت دي ايه. الديزاينر بقى عمل تاتشات مختلفه، عمل ايه؟ خلى ان رقم التليفون يدخل الاول كفيرست ستيب، يتبعت الاو تي بي، بعد كده العميل يكمل بياناته لما يفيريفاي الاو تي بي ده. فهي نفس الريكويرمنتس بالظبط، لكن آلية التنفيذ اختلفت. فلو الباك اند تيم ما بصش على الديزاين هيبقى في كونفليكت، هيبقى في دبل ورك، او معنى صح هيعمل ريبيلد مره ثانيه للشغل اللي هو عامله. فدي من الحاجات من مرحله الاناليسيس بروسيس انت لازم تعدي عليها. طيب خلاص حلينا المشروع، حلينا الريكويرمنتس، ولو الديزاين ده موجود بعد كده بندخل على الاستراتيجي او البلاننج بتاعتنا. انا هطبق المشروع ده ازاي؟ ايه الستاك اللي انا هشتغل عليه؟ ايه الستاك اللي انا هشتغل عليه؟ ايه التولز اللي انا ممكن استخدمها؟ ايه التيم اللي انا محتاجه؟ لو انا كبروجكت مانجر. تاني برضو خليني اديلكم ريمايندر سريع، انت هنا مش جاي، انت مش ديفلوبر، انت حاول تخلي المايند بتاعتك انت سوفت وير انجينير، يعني انت ملم باكتر من حاجه. لو انت حاصر نفسك ان انت كويس في حته واحده بس، فانت مش شخص شاطر، انت شاطر في الحته دي، لكن حاجات تانية كتير هتبقى اوعى منك، لان يعني انت المفروض تبقى ملم بالحاجات التانية. خلي بالك انا الكلام ده انا بقولكم ده كلام واقعي مش كلام اكاديميك، ما اعرفش حتى اذا كان ده كلام مظبوط اكاديميك ولا، بس اللي انا بقوله لكم دوت كلام من واقع الشغل بصرف النظر جوه مصر، جوه الوطن العربي او براهم، ايا كان دي او دي. طيب الثلاث حاجات اللي انا قلتهم في الاول او اول ثلاث نقط، هي انك تسمع العميل شوف هو عايز ايه على قد ما تقدر، بعد كده تبدا تعمل اناليسز للكلام ده. ودي خطوه بقى مهمه جدا جدا ما بتحصلش مع اغلب الناس، انت لازم تذاكر البيزنس موديل بتاع العميل. يعني انا دلوقتي ما بتعاملش معاه، ما عمريش عملت اونلاين ستور قبل كده مثلا او اي كوميرس، او ما عملتش ابلكيشن للدرايفنج او للريستورانت اب، سواء اب دي ويب سايت او موبايل ما تفرقش معايا كمصطلح، هو اب. انا ما اعرفش اصلا البيزنس ده ماشي ازاي، الموديل بتاع البيزنس ده ماشي ازاي. طيب هنا ساعتها اعمل ايه؟ ابدا اشوف اول حاجه هو مين الناس الشاطره او الناجحه في المشروع ده، فبالتالي لازم اطلع الكومبيتيتورز بتاعتي للمشروع ده. الحاجه التانيه اطلع حاجات قريبه جدا من اللي العميل محتاجها على قد ما اقدر، قريبه من، مش لازم تبقى ايدنتيكال، لان انا غالبا مش هلاقي حاجه ايدنتيكال. وبالمناسبه احيانا العملاء بيقول لك انا عايز حاجه زي فلان زي فلان، ولو العميل طلب حاجه زي كده واصر عليها ما تكملش الشغل معاه، قول له احنا ممكن نعمل حاجه قريبه للشخص دوت. ليه؟ لان هو كده فقد الايدنتيتي بتاعته او الهويه بتاعته، هو واحد بيكبر نفسه، انت اصلا انا ممكن ما افتكرش دوت غير ان هو اللي بيقلد كذا، انا ما افتكروش هو، افتكر الحاجه اللي بيقلدها. فدي من الحاجات اللي انت، هل دايما كل عميل المفروض تقبل شغل منه؟ لو انت فريلانسر او بيزنس اونر، لا، لان احيانا في عملاء بتجرك معاها لتحت، عميل بيتعبك يقعد يطلب منك طلبات كتير غير مبرره، او كان من الاول ممكن تتفاداها. فانت لازم تعرف دماغ العميل اللي انت شغال معاه، البيرسونا بتاعته ايه، بيفكر ازاي، ومين هيشتغل على ايه، مين هيعمل ايه. دي من الحاجات المهمه جدا ان انت واحد شغال. خلي بالكم انا دلوقتي بتكلم بشكل عام، يعني هرجع اكرر الجمله دي اكتر من مره، انت واحد لازم تكون فاهم الحاجات دي، فاهم البيزنس ماشي ازاي، ما تحصرش نفسك او ما تزنقش نفسك في كورنر واحد. طيب لا خلاص كفايه هنا. اخر مرحله هي عمليه التنفيذ، اللي هو الجزء بتاعنا اللي تقريبا اغلبكم بيدخل عليه بشكل مباشر، اللي هي النقطه السابعه. النقطه الثامنه دي انا ما كتبتهاش، هحطها في علامه الاستفهام، لان هي مش نقطه واحده بالمناسبه، هو ودي هحتاج اسمع منكم ايه اللي ممكن يكون فيها. هو ايه اصلا بعد الامبلمنتيشن اللي بيتم؟ الامبلمنتيشن اللي هو اقصد بيه ان انا اكسكيوت او انا انفذ لعميل المشروع. هو خلي بالكم بمناسبه الامبلمنتيشن انا برضو ما حددتش اليه الامبلمنتيشن، ودي حابب اسمع منكم. بس قبل ما اسمع ده انا حابب اسمع منكم نقطه رقم اربعه requirements. لو انت شغال فريلانسر وعميل جه قال لك الفكره بتاعته، ايه الاسئله اللي ممكن تسالها للعميل؟
ايه الاسئله اللي انت ممكن تسالها العميل؟ اللي حابب يجاوب بيفتح المايك ويتكلم على طول. خليني الغي كده وامشي من تاني. اتفضل يا باشمهندس، مين اللي عامل شيك؟ تمام، هو أول سؤال لازم أنا أفهم إيه هو الغرض من الـ إيه الهدف اللي هو عايز يعمله، إيه النتيجة اللي عايز يوصلها، إيه المشكلة اللي عايز يعمل لها سوليوشن بحيث أنا وجالي عشان أنفذه. ماشي، هي دي ممكن نقول عليها ان هي تندرج تحت الايديا دي، فكره المشروع. انا خلاص عرفت يعني زي ما احنا اسقطت الكلام ده على المشروع بتاعنا اللي هو الكلاود ترانسليشن، انا عرفت انت عايزين نعمل ايه، لكن مش ده المشروع، ده دي فكره المشروع. يعني انا اخدت، تمام. انت خدت الكلام اللي انا قلته من شويه، ده كلام مختصر جدا، يعني الكلام ما ينفعش اقدر يعني غير قابل للتطبيق على ارض الواقع، فانا محتاج اكسر الكلام ده لحاجات قابله للتنفيذ، حاجه انا اقدر انفذها. فعشان اقدر انفذ حاجه دي لازم ابدا افصل الكلام ده. فده اللي انا محتاج اسمعه منك. مين يقدر عندك حاجه تانية مش مصطفى في الحته دي تقولها؟ اوكي اتفضل اتفضل باشمهندس على النار. تمام. ممكن أسأله هو الديزاين انت عايزه يمشي ازاي؟ يعني مثلا الموقع هيمشي ازاي، اللي هو الفكرة بتاعته بجانب ان هو مثلا ممكن يكون شوب مثلا. يعني مثلا يبقى في مكان فيه منتجات، الشكل مش الشكل نفسه عشان الوظيفة دي بتاعت UI UX، وممكن تكون ان الموقع هيمشي ازاي، يعني الكام صفحة، المحتوى بتاع الموقع ايه. دي فكرتي بس. ده كلام جميل ومظبوط جدا، بس هو مثل شويه يعني مش منظم. انت دخلت في صح. مرحله يعني صرخت قبل ما تذبح، انت طلب هتطلب منه التصميم، بس انت هتصمم ايه؟ لان التصميم ممكن يختلف والفكره او المتطلبات تبقى ثابته. بس هو مش المفروض يعني بيجي بيبقى التصميم جاهز، ولا انا لا، ساعات ما هي دي محتاج النقطه مصور؟ اللي انا بتكلم. انت حتى لو التصميم جالك، ما انت المفروض تفهم المشروع. يعني انا ما اعرفش، لو اغلبكم لو بص على منتور دلوقتي، لو بص عليه مثلا من 3 ايام، هتلاقوا الجزء بتاع البوست، صفحه البوست الديزاين اختلف تماما من الصفحه. الديزاين نفسه اتغير، لكن الكونتنت والاي فاي ما اتغيرش، فبالتالي الديزاين عندي مش كرايتيريا اصلا ان انا احطها في الاول. صح. الاسم يا مهندس هيبقى، ولا مش مهندس؟ هو بالنسبة لي مثلا لو يجي يقول لي عاوز موقع، فأنا أقول له مثلا أنت عاوز موقع إيه؟ يعني ولكن هو عنده مثلا برودكت معين عاوز يعمل له موقع، بحيث يعني يبقى إيه كنوع من أنواع الدعاية والماركتينج ليه. فأقول له طب تمام، طب أنت عاوز الموقع يبقى ماشي إزاي؟ وأقول له هات لي أمثلة لمواقع يعني فعلا بتناتش الحاجات اللي أنت عاوزها، وبالتالي هو بيديه المواقع وأنا أدخل عليها أعرف الدنيا ماشية إزاي كديزاين، ويعني ككونتنت وعدد صفحات ومثلا والحاجات اللي موجوده، وبناء عليه اقول له مثلا طب يعني الموقع ده فيه كذا، واعمل له بقى لسته بالحاجات اللي انا لقيتها مثلا مشتركه في الصفحات، وبناء عليه يعني اديله اللسته دي واقول له انت عاوز كذا وعاوز كذا، ويعني وهو بقى ليه قرار اللي هو فيه حاجه بقى يعني يكسبتها او يقول لي لا. ويعني ده يعني ده تصوري يعني. ماشي، ده كلام جميل، بس دي فيها مشكلة. مين يقدر يرد على الكلام ده أو يطلع فيه مشكلة؟ إيه الثغرة اللي في الكلام ده؟ اللي هو هيعمل حاجة متشابهة، مش هيعمل نفس الأوريتي يعني لا، أنا ايدنتيتي. هتكلم على مجمل كلامك مش على النقطة الأخيرة دي. مين دي فيها ثغرة؟ وأنا اتكلمت عليها من شوية الحتة ديت، اللي هي الجزء تحديدًا إن هو بتقولي له إيه المواقع المشابهة أو الحاجات المشابهة للحاجة بتاعتك. اتفضل يا باشمهندس محمد. الجزء ده ممكن اتكلم فيه في حاجه بسيطه جدا، وهو ان ممكن يكون العميل نفسه مش عارف هو عايز ايه بالظبط. يعني ممكن يكون العميل نفسه مش عنده ادراك او وعي بان السيستم او الحاجه على الويب سايت ده ممكن تمشي ازاي. هو ممكن يكون عنده معلومات عن البيزنس او الحاجه اللي هو خاصه بيه هو على ارض الواقع او بشكل اوفلاين. فانا دوري ان انا ادرس البيزنس ده او اعمل له اناليسيس بشكل كويس جدا علشان اقدر اشوف ايه المميزات اللي موجوده فيه، وابدا انا بدوري اشوف امثله ليه
على الاونلاين اشوف حاجات مشابهه ليه وابدا اشوف ايه اللي هو عايز يعمله بشكل نظري واشوف انا الكلام ده هقدر اطبقه بشكل عملي في الموقع ده ولا لا، وابدا اخد ودي معاه واحده في واحده وان احنا نمشي نشوف ايه الفيتشرز اللي احنا ممكن نضيفها وابدا بعد كده انا اعرضها عليه. لكن ده طبعا بناء على معرفتي انا او الاناليسز اللي انا بعمله للبيزنس نفسه ككل. بس بالظبط كده، هي دي الصاره اللي كان عندي كهبه، ان ممكن العميل نفسه ما يكونش فاهم، وزي ما قلت لو العميل مش شغال او مالوش اكسبيرينس كويسه بالسوفت وير او الاونلاين ماركت نسبه كبيره مش هيبقى فاهم. اقصى حاجه ممكن يقول لك عليها انا عايز شبه كذا، ودي برضو مش كل العملاء، اغلب العملاء كمان ممكن ما يبقاش عنده الحته دي. فهنا يبقى ليكي دور ساعتها هتعمل ايه. شوف باشمهندس مصعب هيقول لنا ايه في الكلام ده. لا هو مش تعقيبا على نفس النقطه دي، انا بتكلم على الريكويرمنتس عموما. ماشي اتفضل. حاجه من الريكويرمنتس اللي ممكن نحتاج نعرفها من العميل زي ما حضرتك قلت في الاول الاودينس، وبالتالي محتاج اعرف البروجكت اللي هو عايزه ده، هل محتاج يعمله ويب اب ولا هيحتاج منه يعمل موبايل، لو موبايل اي او اس ولا اندرويد بس. دي بتساعدنا طبعا في ان احنا نعمل الديزاين والسيستم ديزاين نفسه كمان، سواء بقى كان الاي بي اي بتاعت الباك اند او الفرونت يعني لما يشتغل على الديزاين نفسه. ده كلام صح جدا. وده برضو يفكرني بنقطة مهمة او وصلني بنقطة مهمة، هو انت اصلا محتاج دي تبقى ويب سايت؟ يعني احيانا العميل بيبقى عايز فكرة معينة فانا بقول له لا، هي دي من الانسب ليها موبايل ابلكيشن، انا شغال ويب سايت او بعمل ويب ابس، ففكرتك انا ممكن اعملها لك ويب سايت لكن الانسب ليها موبايل اب. دي برضو من الحاجات المهمة جدا، الانتجريتي او الترانسبيرنسي مع العميل لازم يكون واضح معاه وما تضحكش عليه بمعنى صح، او ما تغفلوش، ما تحسش ان هو جاي مش عشان هو مش فاهم انت تستغل. دي من الحاجات الاثيكال اللي انا للاسف بلاقيها مع ناس كتير وانا ضدها جدا. انت لازم تعرف العميل مش عشان انت تكسب منه فانت تضره، لان هو فعلا ممكن يحرق وقت معاك كتير وضيع وقت في شغله وهيدفع فلوس اكيد للحاجات دي، في الاخر ما يقعدش عليه بافضل نتيجه. طيب ايه كمان ممكن نعمله في الخطوه دي؟ اتفضل يا باشمهندس كريم. اتفضل يا باشمهندس كريم. كريم رفع ايده وما فتحش المايك. اتفضلي يا استاذ ذهب. هو انا بس كنت عايزه ارد على النقطه اللي انا كنت بطرحها من شويه، هو ممكن يكون فعلا معظم العملاء مش فاهمين كتكنيكال، بس هو يعني يكون اللي هو يجيب لي امثله فهو فاهم على الاقل الدنيا ماشيه ازاي، يعني فهو فاهم هو عاوز ايه طالما جاب لي امثله 1 2 3. فليه النقطه بتقول لي اللي هو يعني ممكن يكون مش فاهم؟ ما عرفش امثله. يعني في كيس ثانيه، يعني انت حد شبهه ولا لا وعايز يعمل الموضوع ده عنه؟ لان طب انا ساعتها مطلوب انترنال سيستم اصلا، مش حاجه لايف، مش حاجه يعني حاجه مثلا داخليه، يعني ممكن يعمل سيستم اي ار بي، حاجه للحسابات عنده هيجيب. طب ساعتها بقى دوري انا بقى انا اللي اوجهه، يعني انا اللي فاهمه الدنيا واقول له عندك كذا. تمام، هي مش الكيس دايما كده، انا بتعامل يعني انت دايما بتعاملي العميل اللي بيبقى عارف عايز ايه، ده عميل يعني تبوسه كده وتحطه فوق دماغه. ليه؟ عميل مريح. العميل ده بيبقى عميل هو عارف هو عايز ايه، انا عايز 1 2 3 بس خلاص، اللي هو انت حتى يعني في عملاء لما بقترح عليهم كذا لا انا عايز ده عميل عارف هو عايز ايه، دماغه محدده، ما بيشتتش نفسه وما بيشتتش الناس اللي بتشتغل في المشروع. فعميل مش عارف هو عايز ايه، لازم من الاول تحدد له هو انا هعمل لك ايه في المشروع بتاعك، وان المشروع بتاعك غير قابل للتعديل اثناء الديفلوبمنت الا بقدر معين، والا المشروع ما بيتقفلش. وده برضو من الحاجات اللي انا قابلتني كنت شغال في الاول، ان العميل بيبقى عايز يعدل حاجه تمام ماشي مفيش مشكله نعملها، بلاقي ان العميل اصلا مشروع بيطول معايا الى ما لا نهايه، في الاخر المشروع ما بيطلعش. ليه؟ المشروع هو عمال يطور فيه من قبل ما يجربه. ده وصلنا لكونسبت الـ MVP ده هنتكلم عليه ان شاء الله في السيشن الجايه.
بحب اسمع من في الشباب. ماشي، بس في حاجة بس ممكن برضو يعني في حوار التعديلات تقول له مثلا لو انت عندك 3 تعديلات فري، وبعد ال3 تعديلات هيبقى يعني هتدفع بقى، فساعتها يعني ايه الدنيا بتبقى دي ايه يعني. بتختلف من عميل للتاني زي ما قلت لك، هو هي مش اسطمبة لكل العملاء. ممكن نقسم العملاء كاتيجوريز، كل عميل يتعامل معاه بالمايند سيت بتاعته. عشان كده من حتى قلت لازم تكون فاهم البيرسونا او شخصيه العميل ماشيه ازاي عشان اعرف انا هتعامل مع ايه. يعني مثلا في عملاء بتعصب بسرعه جدا، في عميل هادي جدا ما بيحبش الاستعجال، يحب الحاجه تطلع مظبوط، في عميل بيبقى واقف معاك على الشعره، في عميل لا انجز ديت وبعدلها لي بعدين. فلازم تحدد طبيعه العميل، هو اللي بيحدد انا هتعامل مع ايه. ماشي كريم، لو عندك المايك اتفضل، عشان بس انا مش عارف انت مايك عندك شغال. تمام لا انا بعتذر، بس بعتذر بس الميتنج فصل معايا ورجعت تاني. ممكن برضه من خلال فهم فكره الابلكيشن نفسه هو ان انا احدد طبيعه المستخدم، السايكل اللي هيدخل فيها اليوزر من اول ما يدخل على الابلكيشن بتاعي لحد ما يخرج. هل هيكون في عمليات دفع زي عمليه تسجيل الدخول او انشاء الحساب؟ ايه البرودكتس مثلا ممكن هل في برودكتس اصلا على الابلكيشن بتاعي ممكن يتعامل بيها المستخدم يشتري او يتعامل من خلال الدفع وهكذا. فكل ده المفروض احدده من قبل بدايه الموقع، من قبل ما اشتغل اصلا على الابلكيشن. صح، ده كلام محترم جدا. ماشي اتفضل يا باشمهندس عمار. الفكرة اللي في دماغي ان برضو ممكن اللي يجي يكون عايز المشروع يكمل مثلا لو بسايت، المشروع يكمل مثلا بالرياكت وباك اند، فمثلا افهمه ان في تقنيه تانية احسن، مثلا في نيكست اللي هي بتظبط حته الاس اي او اللي هي السيرش انجن اوبتمايز، فعايزه في نتائج البحث، وكمان بيبقى اسهل عشان بيبقى الاثنين الباك اند والفرونت اند في نفس الاب. يعني اقول له التقنيه تانية، في تقنيه تانية احسن، اقول له حاجه تانية كده. ده كلام فاليد جدا، ان انا بقول للعميل ايه الانسب او ايه الافضل ليه او ايه اللي انا بعرف اعمله دي او دي. او حل تالت لو هو عايز حاجه معينه انا ممكن اتعلمها في وقت قليل او هي قريبه من الشغل، يعني مثلا العميل عايز نيكست وانا بشتغل رياكت، الاثنين قريبين من بعض، فممكن خلال وقت معين او وقت قليل اقدر اسويتش من دي لدي، اقدر اقول اه دي قابله ان انا انفذها. وكمان طرق الدفع يكون في طرق، يقول لي مثلا طرق الدفع اللي هستخدمها اللي هو بيتارجت اني دوله، هيبقى انجليزي ولا عربي، هيتارجت الاجانب برضو ولا العرب بس وكده. بالظبط كده، ما دي برضه ترجع لنفس النقطه، انت مين الاودينس بتاعك، مين التارجت بتاعك، انت بتستهدف الناس في انهي دوله، هل انت شغال لوكال ولا انترناشونال، مين داخل الموقع بتاعك، مين هيشتري منك او مين هيبيع عندك لو انت بتسمع الناس بيع عندك. فدي الحاجات اللي بتحدد الموقع هيمشي ازاي. ماشي اتفضل يا باشمهندس يوسف. مش عارف اذا كنت المايك عندك شغال ولا لا، بس انا مش سامع صوتك. اتفضل يا باشمهندس يوسف. طيب لو اطلب ما نشوف مشكله باشمهندس يوسف، اتفضلي يا ايمان. انا بس كنت عاوز اسال على حاجه باشمهندس عمار قالها في موضوع العميل اللي هو يقول لي انا عاوز البروجكت بتقنيه كذا او كذا، هو العميل اصلا يعني بيبقى عنده الاتاحيه ان هو يقول لي كده او هتفرق معاك حاجه؟ ده سؤال حلو، حد عنده رد للسؤال ده؟ ممكن تعيدي تاني عشان انا ما سمعتش. كنت بقول ان باشمهندس عمار بيتكلم دلوقتي بيقول ان العميل السلام ورحمة الله وبركاته. سو كده ظهر دلوقتي يا فندم، كملي يا ايمان. يعني انا لازم افهم العميل من الاول ان الانسب ليك نشتغل بتقنيه كذا وبلاش كذا، او انا اقدر اعمل ايه وما اقدرش ان انا اشتغل بكذا. فكنت بسال باشمهندس حسن، هو العميل اللي نفسه هو اللي يحدد لي او هو هتفرق معانا شغاله بتقنيه ايه اكتر من ايه؟ اوكي طيب مين عايز يجاوب على السؤال ده؟ تعال نسمع مين اخر واحد ما اتكلمش، مع هبه بان انا ما اتكلمش في الناس الموجوده. طب عندك رد الكلام ده يا هبه؟ يعني هو الموضوع بيختلف من عميل على حسب يعني هو يعني فاهم اصلا في البرمجه اصلا ولا لا. يعني في واحد يقول لك اعمل لي اي حاجه المهم الاقي
حاجه فعلا ظاهره وبتفيد الغرض، لكن لو هو فاهم بقى في البرمجه وفاهم في التكنولوجي فهو ممكن يقول لك، او ممكن لو واحد مهتم قوي ممكن يسيرش ويفهم الدنيا، فاهم يعني، يفهم الدنيا وبعدين يرجع بقى يعني يقول لك هو عاوز ايه يعني. دي إجابة كويسة. في حد عنده إجابة تانية للموضوع ده؟ باشمهندس عمار اتفضل. هي هتفرق في الحتة ديت إن الأداء، يعني هقول له الأداء هنا هيبقى أحسن من مثلا أنا أستعمل رياكت ونود جي إس كباك إند. الأداء وكمان إن العميل اللي هيجي لي لو متعلم برمجة هو مش هيحتاج نص، فالمفروض هو مش هيبقى فاهم، بس هفهمه ان الاداء هيبقى احسن لو انا استعملت التقنيه ديت، فهو اللي هيهتم بيه ان هو يعرف الاداء هنا هيبقى احسن ولا الاداء هنا هيبقى احسن، فانا الاحسن منهم عشان استعمله، فانا هفهمه الكلام ده. دي فكرتي بس. اوكي ماشي. طيب في حد عنده اجابه ثانيه؟ باشمهندس مصعب اتفضل. هو انا اعتقد يا باشمهندس ان احنا بنفهم احتياجات العميل والبيزنس موديل بتاعه عشان احنا اللي نحدد التكنولوجي اللي احنا هنشتغل بيها. يعني على سبيل المثال انا جاي لي تو كلاينتس مثلا، واحد بيعمل ويب سايت تعريفي، فده هيفرق معاه طبعا ان الويب سايت يكون ظاهر على في السيو. واحد العميل التاني مثلا بعمل له داشبورد مثلا بكنترول من خلالها الابلكيشن بتاعه، ده مش هيفرق معاك السيو. فانا في العميل الاولاني انا هستخدم نيكست، العميل التاني مش هستخدم نيكست. هنا ما اعتقدش ان العميل هيبقى مدرك لحاجه زي كده، انا ممكن افهمها له عشان حته الشفافيه، لكن اعتقد ان احنا اللي بنقرر ايه افضل تكنولوجي نشتغل بيها بناء على احتياجات العميل. يعني ده كلام محترم جدا. طيب حد عنده رد ثاني؟ عندك يا باشمهندس في حاجه تقولها في الحته دي ولا السؤال بتاعك؟ هو سؤالي هو سؤالي هندسه مش طيب في الحته دي ولا حاجه تانية؟ لا في حاجه تانية. طيب معلش خلينا نخلص الجزء ايه بعد كده نشوف السؤال. رد شوف السؤال بتاعك انت عايزه ورد لك مش مشكله. حد عنده اجابه تانية يا جماعه للكلام ده؟ طيب خلينا اقول لكم وجهه نظر في الموضوع ده. احنا عندنا اكتر من طبيعه للعميل. في عميل جاي هو عارف هو عايز ايه وعايزه بايه. في عملاء تانية ودي بتبقى أغلبها في الشركات، بيبقى عندهم زي قسم اي تي بيبقى غالبا قرا شوية او عنده خلفية بس عن البروجرامينج، فممكن يقترح عليهم لغات برمجة معينة. فده عميل هو جاي انا عايز كذا وكذا. في عملاء تانية برضو دي أغلبها كوربريت او شركات، بيطلب حاجات مشهورة، لازم تستلم حاجة مشهورة. ليه؟ لانه افرض مش عايز يكمل معاك، عايز حد تاني غيرك يشتغل، هو مش عايز يعيد بناء المشروع من اول وجديد. وبالمناسبه يعني بالمناسبه في الغالب ده ما بيحصلش، وفي الغالب المشروع بيتعمل من اول وجديد الحته دي، لكن دي كيسز بتحصل او دي الاسباب. العميل ممكن يجي يقول لك انا عايز كذا لان هو ممكن يكون سال حد وحد قال له عليها. طيب زي ما باشمهندس مصعب قال، طبيعه المشروع بتديني او بتخلي للعميل مجموعه من الخيارات يتحط ما بينها. يعني مثلا انا عايز موقع تعريفي، فانا ممكن اقول لو انت موقعك بسيط ممكن اقول لك HTML و CSS عادي خالص لو كذا صفحه، فده انسب حل. ليه بقى انسب حل؟ عشان نقطه مهمه جدا انتوا تقريبا ما حدش بيتكلم عليها، هو ايه البادجت بتاع المشروع اصلا؟ العميل يقدر يأفورد كام؟ يعني انا مثلا عميل جاي عايز اي كوميرس او اونلاين ستور، انت عايز حاجه الليفل بتاع ايه؟ السكيل بتاع ايه؟ لا دي ناس حاجه عاليه جدا، يبقى ما اشتغلوش وورد بريس او كوميرس. ليه؟ انا عايز حاجه ادابتبل او كاستمايزبل او اقدر اطور فيها باستمرار قدام من غير ما يبقى في عندي لود في الديفلوبمنت، ما يبقاش عندي تاخير. او لا ده انا عايز حاجه بسيرفر ريكويرمنتس معينه، فلازم ابقى عارف البادجت بتاعت العميل ايه. وبالمناسبه دي الاسئله برضو احنا ممكن نسالها، هو انت البادجت بتاعتك كام؟ بصرف النظر انا هتشارجك بكام او انا هدفعك كام؟ يعني العميل ممكن يقول لي مثلا انا مثلا اقصى حاجه عندي بالنسبه لي 2000 جنيه، اقول له لا والله انا المشروع بالنسبه لي ما بين 10 ل 15000 على حسب ما هنتفق على ايه الريكويرمنتس بتاعت المشروع. فهنا حته البادجت بتاعت العميل بتحدد بنسبه كبيره المشروع هيتبني ازاي وايه الريكويرمنتس بتاعت العميل. الحاجه الثانيه برضو تاخدوا بالكم منها ولازم تتسال، هو انت عايز المشروع في مدة معينة ولا يمشي في المسار الطبيعي بتاعه؟ لو عميل مستعجل
عايز مصروف مده معينه، فهتقول له لا والله انا ساعتها الكوست هتختلف، لان انا ساعتها هحتاج ناس تانية معايا تشتغل، او ان انا هشتغل ساعات عمل اكتر. نرجع تاني لنقطه الريكويرمنتس، هي ان انا افصل كل حاجه. يعني مثلا العميل بيقول لي انا عايز ناس تخش تشتري، طيب انت عايز ناس تشتري، عايز تبقى في وسيله دفع ولا لا؟ ده انا هو هوصل ولما اوصله يديني الفلوس. فكده حددنا من كلامه كده المختصر ان هو مش هيبقى في عنده اونلاين بيمنت، وغالبا ما عندوش شركه شحن. او ان انا ممكن اساله انت هتوصل بنفسك ولا هتتعاقد مع شركه شحن؟ طب انت هتتعاقد مع شركه شحن هتربطها برمجيا معانا ولا لا؟ ده هو بقى منك ليهم بره، يعني اكنك انت اللي بتوصل. كل سؤال من الاسئله اللي انا سالتها ديت في الريكويرمنتس هي داخل نطاق الايديا بتاعت المشروع، لكن تفصيلها مهم عشان حدد التكلفه والوقت والتكنولوجي. العميل قال لك عايز مثلا يكون في كاستمر سبورت ولايف شات، فانت هتيجي تقول له انت ما عايز حاجه كاستمايز خاصه بيك انت، ولا ممكن تشتغل بحاجه بلجن ثيرد بارتي؟ هيقول لك دي او دي. هقول لك لا انا عايز حاجه خاصه بيا، هقول لك لا ساعتها التكلفه اعلى، لان انا هبني الحاجه لسه من اول وجديد، او هستخدم حاجه انا عندي انا عاملها بس برضه هتدفعك اي تكلفه اعلى لان انا عاملها، او اقول لك لا والله هستخدم حاجه تانية من بره ثيرد بارتي اربطها بالمشروع بتاعك. فنقطه الريكويرمنتس لازم تفكر كتير في الحاجات دي، ودي من الحاجات اللي انا لما جيت وريتكم الفايل ده، خليني اعمل لكم شير مره تانية. الصفحه دي مفكرين ان شاء الله اعمل لكم شير للفايل ده اضيفكم فيه. التحليل والمذاكره، انت عرفت ايه فكره العميل اول خطوه، الخطوه الثانيه بتبدا تتناقش مع العميل وتبدا انت تجمع معلومات عشان تشوف ايه الانسب للعميل، ايه افضل تكنولوجي ممكن تستخدمها ليه، وايه البادجت المتاحه بتاعته، فعلى اساسها تحدد الفيتشرز او الريكويرمنتس اللي ممكن يعملها. يعني العميل جاي يقول لك هديك 500 جنيه، لا 500 جنيه هعمل لك صفحه هالو وورلد، طب هتدفع 1000 جنيه لا هعمل لك جنبها صفحه اباوت اس وصفحه كونتاكت. فهنا تحليل الحاجه وانك تذاكر البيزنس موديل بتاع العميل ده اساسي، ما ينفعش تشتغل حاجه انت مش فاهمها. ليه؟ دي بقى نقطه تانية ما اتكلمناش فيها، الحاجه اللي انت مش فاهمها معدل الخطأ فيها بتاعك عالي جدا مهما كنت شاطر تكنيكال، لان انت عندك المشكله، عندك الايرور، مش انك عندك بجاي في الكود، انت عندك انت بتكتب حاجه اصلا مش مطلوبه، او بتكسكيوت حاجه مش العميل مش عايزها، او مش عايزها بالطريقه اللي انت عاملها لو انت مش فاهم البيزنس موديل بتاعه. ودي للاسف للاسف من 90 ل 99% من الديفلوبرز اللي انا اتعاملت معاهم قبل كده عندهم المشكله دي، هو بيكسكيوت من غير ما يعرف هو العميل عايز الحاجه دي ليه وعايزها ازاي. هو يعني انا مثلا هاجي اقول لك انا عايز كوبايه شاي، ايه اللي بيحصل؟ يعني ده مثال، ايه اللي هيحصل؟ غالبيه الناس هتروح تعمل كوبايه شاي بالطريقه اللي تعرفها، او الطريقه اللي هي بتشرب بيها الشاي، او الطريقه اللي بتعمل بيها لحد شاي. مع انه المفروض ايه اول سؤال يتسال في الحته ديت؟ هو انت عايز شاي نوع ايه؟ عايزه خفيف ولا تقيل؟ سكرك ايه؟ عايزه شاي كشري يبقى ميه مغليه مع بعض، ولا تصب من الكاتل على ليه؟ لان انت ممكن تعمل الحاجه وفي الاخر مش ده اللي العميل عايزه، فانت كده ما استفدتش حاجه. انت ان شاء الله دي السيشن دي مسجله الشخص اللي مسجل، فانت كده ما استفدتش حاجه، لان انت ضيعت وقتك ووقت العميل وعملت حاجه هو مش عايزها. طيب كان يوسف بيسال سؤال، اسال سؤالك يا باشمهندس يوسف، لان احنا غالبا احنا خلصنا السيشن مش هنزود عن كده، عشان كده كده اصلا السيشن هتقفل كمان شويه، فهات سؤالك بالمره. هو كان سؤالي يعني فكره بتروح في الدماغ، يعني اللي هو لو انا شغال في برمجيات مثلا كفرونت اند غيرها، ازاي الزبون بيوصل له او ازاي احنا بنوصل له؟ هل على طريق الانترنت ولا بيجي الشركه ولا في فريلانسنج؟ ليها اكثر من طريقه. يعني انت لو شغال في شركه فانت في عندك قسمين تانيين هما اللي بيجيبوا العملاء، الماركتنج ده اللي بيعرف الناس احنا مين كشركه، والمبيعات ده اللي بيفهم العميل او اللي بيبدا يتكلم معاه ويقنعه ان احنا الشركه الانسب ليك، ونقوله دي نقدر نعملها لك هتكلفك كذا وهتدي لك كذا. دي شغله المبيعات. او انت كفريلانسر بتخش على المواقع المشهوره، او ودي برضو من الحاجات المهمه انك توسع دايره علاقاتك. الشغل ممكن يجي لك من واحد صاحب ابن عمة خالتك عايز يعمل موقع،
هتلاقي ده بيقول لي ده وده بيقول لي ده وده بيقول لي ده وده بيقول لي ده، في الاخر هيجي لك انت. حضرتك هو الماركتينج ده بيكون في السوشيال ميديا ولا موقع تاني؟ ايه؟ بيكون في السوشيال ميديا ولا موقع تاني؟ هو ايه؟ مثلا الشغل او عن الشركه نفسها. الماركتينج السوشيال ميديا اساسي، جوجل، حاجات البلاتفورمز اللي الناس ممكن توصل لها حاليا اغلبها طبعا سوشيال ميديا، سوشيال ميديا او جوجل بس. لكن انت كفريلانسر انت هلا هتارجت المواقع اللي بتقدم الحاجات الفريلانسر زي فيفر، اب وورك، خمسات، اعتقد اسمه كان خمسات. الحاجات دي كلها بتقدم، بتسهل عمليه الكوميونيكيشن ما بين شخص عايز حاجه وشخص بيدور على شغل. فهي بتختلف على حسب انت شغال ايه وشغال فين. وفي الاول وفي الاخر كل واحد بياخد رزقه يعني بالمناسبه، يعني مهما عملت انت ونصيبك في الجزئيه دي. طيب اتفضل يا اسلام. هو لسه السؤال الاخير لسه مش هو صغير يعني برضه. اتفضل. حضرتك لسه لو مثلا بعت مثلا في شركه معينه محتاج مثلا فرونت اند مثلا بالرياكت مثلا، تمام؟ انا قدمت مثلا 10 قدموا، ايه الحاجه اللي اقدر اعملها بحيث تجذب الاتش ار من ناحيتي؟ لا انا مش سامعك، ماشي. ايه سؤالك ايه؟ حاول تعلي صوتك. لو مثلا شركه طلبت توظيف مثلا فرونت اند رياكت، انا قدمت و10 قدموا تاني، 10 قدموا، ايه اقدر اعمله بحيث اجذب الاتش ار ناحيتي؟ السي في بتاعك الحاجات اللي انت اتعلمتها، والسي في بتاعك يكون مكتوب بشكل منظم، ما يكونش بشكل عشوائي، مكتوب بشكل عشوائي. والاهم شغلك، الحاجه اللي انت بتكتبها. لان يعني انا من السيفات كتير اللي انا قريتها بنسبة كبيرة ببقى عارف السي في بتاع الشخص دوت اذا كان ده فعلا شخص فاهم مدرس ولا لا. يعني مثلا كنت بتكلم فيها مع حد من الاونرز من يومين في الشركات، ان لما بلاقي السي في مكتوب فيه كمية لغات برمجة كتير جدا، ده بنسبة 99% بيكون شخص لسه متخرج، هو كاتب لغات البرمجة اللي ذاكرها في الكلية، يعني ذاكرها في السي في. او حين هو ما يعرفش ان لما بيجي يعمل حاجة زي كده هو بيضر نفسه. انا مش هقبلك، انت فريش جدا، انت عندك خلفيه عن دي. فانت لو بتقدم انت كواحد فريش او الفيكنسي نفسها بتدور على حد لسه انترنشيب او مناسب انت كده ده. لكن انت حد اشتغل وتعب على نفسه، اكتب في السي في الاكسبيرينس الحياه بتاعتك. وعشان تكتب الاكسبيرينس بتاعتك انت ممكن، يعني عشان تاخد اكسبيرينس محتاج تشتغل في شركه، وعشان تشتغل في شركه محتاج يكون عندك اكسبيرينس. لكن اللوب دي انت ممكن تكسرها، انت ممكن تعمل مشاريع من غير ما تكون شغال في شركه. اعمل مشاريع لنفسك وارفعها، انت عندك في موقع كتير جدا بتقدر انك ترفع عليها الشغل بتاعك. ارفع الشغل بتاعك على جيت هاب، حط اللينكات بتاعت المشاريع ديت في السي في بتاعك. لما الاقي عامل مشروع كذا وكذا وكذا، لو حظك كويس عملت مشروع من ضمن المشاريع اللي هم بيشتغلوا عليها، في الغالب بيبقى ليك اولويه عن الباقي. يعني لو خمسه اشتغلوا على 5 مشاريع، انت اشتغلت على مشروع من اللي هم بيشتغلوا فيه الشركه ديت، غالبا بيكلموك. ليه؟ لان هو هيقلل الوقت انه يبدا يفهمك البيزنس موديل، البيزنس موديل بتاع الشركه، لان انت اتعرفت عليها قبل كده، عملت معاها قبل كده. فانت لازم تشتغل على اكتر من فكره مشروع، ما تقعدش تطبق نفس المشروع هو هو، وما تحطش حاجات بسيطه انت عملتها. يعني ما تحطش وذر اب، موفي اب، دي كويسه كفريش انك تطبق ورا كورس بس، لكن ما تحطهاش في السي في بتاعك، ملهاش تاثير، ملهاش افكت في البيزنس. لو انت حد عايز تشتغل وتقبض فلوس، لو انت واحد راح انترنشيب، الكلام ده فاليد جدا. لكن لو بتدور على شغل، اعمل امثله حقيقيه، اعمل مشاريع حقيقيه، ذاكر المشروع وشوف بيتعمل ازاي وابدا طبق. لو انت فرونت اند، دور على حد باك اند يكمل معاك المشروع، هو يعمل الاي بي اي وانت تعمل يو اي، او العكس. ما تشتغلش لوحدك، ما عندكش حد تدور عليه، اشتغل فرونت اند وحاول تذاكر شويه باك اند تساعدك انك تعمل لك الاي بي اي. لو انت شغال مثلا رياكت او فرونت اند، اعمل مشروع حقيقي، شوف المشاريع الحقيقية بتشتغل ازاي، خش على ثيم فورست او كود كانيون، افهم، شوف اشكال المشاريع بتشتغل ازاي، المشروع بيتقسم ازاي، انا ممكن اعمل ايه، خد افكار من اكثر من مشروع عشان تعمل مشروع متكامل، مشروع حلو. انا لو خش شغال بص ده عامل مشروع كويس، مش عامل مشروع فيه زراير ما بتشتغلش. لان انا اخش اجرب، انا مش محتاج اعرف المشروع كله او اجرب المشروع كله، انا اجرب صفحه 2 3 ده بكليك عليه هنا بيطلع لي سيرش سكسس، بيطلع لي ايرور، لا بيقول لي اعمل لوجن الاول وهكذا. فدي الفكره، ممكن تقدم مشروع ده دايما تخلي المايند سيت بتاعتك كده، وانت بتعمل اللي عليك وده على ربنا. خلاص تمام، انت بتجتهد على قد ما تقدر. اتفضل يا استاذ زهره. يعني
خلاص بقى كفايه كده يا يوسف بقى، ممكن السيشن الجايه ان شاء الله يبقى نكمل السؤال ده، بس عشان ما نطلعش بره السيشن نفسه. طب امتى امتى السيشن الجاي؟ امتى السيشن الجاي؟ السيشن بتبقى كل جمعه، السيشن دي كل جمعه، ودي اللي هتكلم على اخر دقيقتين اللي هو بعد ما اشوف هيبقى عايزه تقول ايه واقول لكم هنمشي ازاي بقى كده ان شاء الله. ان شاء الله. كنت عايز اسال على حاجه، هو بالنسبه للموضوع يعني انتوا بتقولوا يعني حوار البلوكلاين اخد انا اللي بطلب من عميل وبنى عليه حاجه كده كده سامعني؟ عفوا افضل شويه اتفضل. طيب يعني انت بتاخد الريكوير من العميل وبناء عليه بتحدد التكنولوجي وتشتغل بيها، الكلام ده كفريلانس، لكن في شركات انت ملزم بتكنولوجي معينه، يعني حتى لو انت شغال كرياكت فانت مش بتشتغل كستاتيك، انت يعني شركه يعني مفيش شغل ستاتيك، فانت بتشتغل مثلا كرياكت او مثلا لو انت باك اند فبتشتغل بي اتش بي بي اس بي مثلا، فاهم قصدي؟ يعني ممكن تكون الشركه اساسا مش شغاله نيكست فانت مضطر ما تشتغلش نيكست وتشتغل رياكت، فالكلام ده يعني كفريلانس بس مش كشغل شركات، مش كده؟ انت دلوقتي لو شغاله في شركه فانت اصلا مش انت اللي هتحددي المشروع يمشي ازاي، السي تي او او الهيد بتاع التكنيكال تيم هو اللي بيحدد المشروع بيشتغل ازاي، انت كديفلوبر او ممبر انت ما بتحدديش، انت ما عندكيش الاثوريتي انك تحددي اصلا. انت رايحه الشركه، الشركه عايزه ناس اكل ديفلوبرز، عايزه انجلر ديفلوبرز، او في شركات بيبقى عندهم الاثنين. ليه؟ هو بيوسع التيم بتاعه بحيث ان لو العميل عايز ريكويرمنتس معينه يبقى عنده اللي يغطي الموضوع ده، ما يقعدش يدخل في هايرنج بروسيس عشان يجيب ناس تشتغل على فكره المشروع دوت، ويقعد يتاكد ان هم مظبوط شغالين تمام ولا لا، ما يقعدش يجرب مع عميل. فمين اللي بيحدد؟ الشركه، الهيد بتاع التكنيكال هيد هو اللي بيحدد التكنولوجي بتاعت المشروع. ممكن عميل يقول لي انا عايز دي بلغه معينه، فالتكنيكال هيد يقول لك اه دي احنا بنشتغل بيها، او لا احنا ما بنشتغلش بيها فمعلش مش هنعرف نتعامل، او احنا ما بنشتغلش بيها بس ممكن نعملها لك. ده اللي بيحددها التكنيكال هيد او السي تي او بتاع الشركه، هو اللي بيحدد القرار ده، لكن الديفلوبر مالوش ان هو يحدد المشروع، لان الديفلوبر هو مش صاحب قرار عشان يحدد حاجه زي كده، خصوصا ان ممكن اكتر من ديفلوبر يشتغلوا في المشروع. فمين اللي يحدد حاجه زي كده؟ اللي بيوزع الناس على الشغل، اللي بيوزع التيم على الشغل، مين هيشتغل في المشروع ايه؟ ممكن الشركه عندها اكتر من مشروع في نفس الوقت، فاكس شغال على مشروع الف، وواي شغال على مشروع ب، وزد شغال على مشروع ج، وهكذا. او ممكن اكتر من واحد شغال على اكتر من مشروع او نفس المشروع. فمش احنا اللي يعني مش الممبرز اللي بيحددوا التكنيكال بتاعت الشركه، الشركه بيبقى ليها غالبا عدد معين من التولز او التكنولوجيز او لغات البرمجه، غالبا دي اللي بتقول للعميل احنا ننفذ لك بيها الشغل بتاعك. بس طبعا الكلام ده لو في شكل محترم، يعني في شركات تحت السلم الديفلوبر يعني لو واخد وضعه ويقول له لا انا هشتغل مثلا البروجكت ده بتكنولوجيا جديده، ف دي في الغالب بتحصل في الشركات اللي هو ما بيبقاش فيه حد تكنيكال مسؤول. ساعتها هو مش حاجه، يعني ما اقدرش اقول ان الشركه تعتبر السلم، بس هو ما عندوش حد ريلابل، ما عندوش غير الديفلوبر اللي موجود بيقول له انا هعمل كذا، فهو الاونر او صاحب المكان هو ما عندوش اصلا خبره عشان يعترض عليه يقول له اه لا خلاص، طالما ان هتأدي الغرض والعميل هيبقى مبسوط اعمل، اشتغل اشتغل ب اشتغل بويندوز 3.11 اعمل. طيب فهي مش موضوع شركه بيع تحسين، لا هو الاستراكشر او الهيراركي بتاع الشركه ماشي ازاي، ده اللي بيحدد المشاريع تمشي ازاي. فهي معتمده على اشخاص، مش معتمد على فريق الشغل، الشخص المسؤول هو اللي بيحدد الشركه تمشي ازاي. طيب لو واخدين بالكم ان السيشن تقريبا احنا تقريبا عندنا فيه حوالي ساعه الا ربع، ما اتكلمناش في الكود سطر كود، ده الهدف من الورك شوب اللي احنا هنشتغل فيها دي ان شاء الله، او الورك شوب الكبيره بتاعت الريستورانت اب لو الناس هتبقى موجوده فيها. الهدف ان انت تخلي مرحله الامبلمنتيشن زي ما كنت وريتكم في الفايل من شويه، اخر مرحله بعد ما تعدي على حاجات كتير قوي قوي قوي، دي هتقلل البروسيس وهتقلل الوقت في الكود. انت خلاص مش هتحتاج تقعد تفكر، مش شرط تدور تكتشف يوز كيسز دي هعملها كده ولا كده، طب لما اعمل دي ايه اللي هيحصل؟ هذه كلها المفروض بتحصل قبل ما بشتغل على الكود او ابدا اعمل امبلمنتيشن للكود بتاعي. افكر، اجمع افكاري كويس، ارتبها، مين هيشتغل، ابدا اقسم الادوار، مين هيعمل ايه، اسجل الحاجات اللي انا هنفذها، هنفذ الكلام ده ازاي، واحط له استيميت تايم. استيميت تايم مهم جدا عشان يحجم الشخص، ما بقاش مضغوط قوي في الوقت، ولا يبقى الوقت معاه مفتوح فخلاص يهمل المشروع او يتاخر فيه.
دي ان شاء الله السيشن الجايه بقى هنبدا نطلع ريكويرمنتس بتاعت الكلاود ترانسليشن. انا اديت لكم الفكره، التاسك اللي عليكم كلكم انكم تحددوا ايه الريكويرمنتس او ايه الفيتشرز اللي ممكن تكون في مشروع زي ده. هنا خلي بالكم بتكلم على التفاصيل، يعني احنا هنبقى في عندنا ايه، هننفذ ايه، ايه اللي هيبقى موجود وايه اللي مش هيبقى موجود، آلية العمل، انا هيبقى في عندي كام بيج، كل بيج بتسيرف ايه، والبيج دي هتوديني على فين، وهل هيبقى في اكشنز معينه ولا كلها عباره عن نافيجيشن لينكس، هل في عندي بوتنز، هل هحتاج يكون في عندي تسجيل، هل مش هحتاج يكون في عندي تسجيل، هل نعملها برايسنج ليست ولا لا. الحاجات دي كلها فكر فيها، زي ما قلت لكم اعتبر ان انا عميل مش عارف حاجه، وانا قلت لكم دي الفكره بتاعتي. دوركم بقى قولوا لي هتساعدوني ازاي في ان انا انفذ الكلام ده، انا ما اعرفش هيتنفذ ايه او ايه اللي ممكن يكون موجود فيه، بس انا شايف ان دي فكره كويسه وعايز اعملها. ف النهارده ان شاء الله لغايه يوم الجمعه الجايه دي التاسك بتاعتكم، مفيش حاجه اكتر من كده. ان شاء الله برضه نفس الميعاد او ممكن نتاخر شويه، مش عارف دي فلا، بس غالبا في نفس الميعاد. الحاجه الثانيه بقى، انا شايف ما شاء الله في ناس موجوده ما كانتش مشتركه في الورك شوب، فاللي عايز يشترك في الورك شوب يجمع الكورس بتاعتها ويقول لي هضيفه فيها. البوينت الثانيه هاكد عليكم، مفيش حد بيدخل الورك شوب من غير ما يكون عنده مايك، المفروض الناس كلها بتتكلم بتشارك بتتفاعل. في كذا حد ما تفاعلش خالص من ساعه ما دخل، مفيش مشكله، الناس لان غالبا ما حضرتش الجزء الاول من السيشن اللي ما كانش متسجل. لكن تاني السيشن او الورك شوب الهدف منها التفاعل، انت بتشارك باللي عندك، بتسمع، تاخد راي غيرك، تناقش، مش ان انت جاي كورس تسمعه. بس كده ان شاء الله تكونوا استفدتوا من السيشن ديت، ونشوفكم ان شاء الله في الاسبوع القادم. دي مفهوم ايام، يعني حاولوا برضو ان في تعملوا الريكويرمنتس مش كبيره، معلش لو كل في المايك اسمع عشان التول دي المفروض ما تطولش، يعني انا مش عايز، يعني مش عايز نبدا الورك شوب الجديده قبل ما نكون خلصنا دي ان شاء الله. بس كده، في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ اتفضلوا شباب، حاول نخلي السؤال يكون مختصر وسريع. ايوه حاضر. هو انت قلت لنا ايه الفكره اللي احنا بنقول عليها ان هنعمل نشوف الفيشر بتاعتها بعد الصفحات؟ نعم. لا انا مش، هو انت اديتني تاسك مش كده؟ في فكره معينه للويب سايت بنقول عليها، يعني هنعمل ترانسليشن دي تول، المفروض ان انا هعرف فيها او انا كيوزر اخش او ديفلوبر بمعنى اصح اخش عايز مثلا اشتغل مشروع زي الريستورانت او الاي كوميرس، فعايزك تديني اقتراحات ايه الكلمات اكثر الكلمات اللي ممكن استخدمها عندي في المشروع دوت، بحيث ان انا ما اقعدش اترجم كل الكلمات، يعني مثلا الاونلاين ستور تقريبا ممكن يعدي ال 200 300 كلمه ترانسليشن، الهوم والبرودكت والاد تو كارت والريموف فروم الكارت والكوانتيتي والاد كوانتيتي والكريز كوانتيتي وهكذا. فدي مثلا كاتيجوري. طب ده هيبقى في ادمن داشبورد، يبقى انا محتاج الكلمات بتاعت الادمن داشبورد بتاعت المشاريع الاونلاين ستور. طب بس في كلمات تبقى مشتركه، فانا ممكن اعمل كاتيجوري ثانيه للكلمات المشتركه ما بين كل داشبورد، الكلمات المشتركه ما بين كل موقع وهكذا. دي الفكره بتاعت المشروع او التول اللي احنا عايزين نعملها. فازاي هنقسم الكلام ده؟ فانا هحتاجكم كل واحد يطلع يفكر ايه اللي ممكن يتم، كل واحد يطلع اسئله وانا هبدا ارد عليها، انا كعميل هبدا ارد عليها اقول لكم اه ده هيحصل بالشكل الفلاني او لا مش هيحصل بالشكل الفلاني.